أبطال الثالث متوسط، رجعنا وياكم بالمحاضرة الرابعة من الوحدة الثالثة. محاضرتنا اللي هي الإف الشرطية، وقلت لكم البارحة ترجع الفيديو السابق وتعرف أهمية الإف الشرطية. من المواضيع المهمة جدا بالثالث وكذلك بالمراحل القادمة. فانتبهوا يا البارحة أخذنا تحدثنا بالمحاضرة السابقة تحدثنا عن الحالة الأولى اللي هي كانت الفيرست كونديشنال، تمام، اللي تربط بين زمن المستقبل البسيط والمضارع البسيط. اليوم الحالة الثانية بالإف الشرطية اللي هي السكند كونديشنال، وانتم بالثالث عندكم حالتين فقط، فيرست كونديشنال وسكند كونديشنال، من المواضيع المهمة والأساسية الموجودة بالفصل الثالث. قبل لا أبدي بالشرح، ورقة والقلم مارتك وحضرن خليه يمك حتى سجل هاي ملاحظات، تمام. يلا نبلش. الحالة الثانية اللي هي second conditional، الإف الشرطية هنا أنا راح تربط بين زمنين، تربط بين زمنين، الأول اللي هو المستقبل بالماضي والثاني اللي هو الماضي البسيط. اليوم مواضيعنا هي ماضي، تمام. شنو هو هسه المستقبل الماضي؟ فجديد عليكم، الماضي بسيط احنا ماخذينه وين؟ ماخذينه بالوحده الثانيه، وبامكانك ترجع للفيديوهات مال الوحده الثانيه وراح تلقى شرح الماضي البسيط بالتفضيل، ولكن ايضا هنا راح نوضحه، تمام، في حالاته الثلاث. زين، نجي هسه الى المستقبل بالماضي. المستقبل بالماضي، انتبهوا وياي، عندنا اثبات نفي وسؤال. وقلنا بالمحاضرة السابقة بالإف الشرطية بالحالة الأولى، يعني دائما يركز على اليمن على الحالة الإثبات اللي هي الحالة الأولى. الحالة الأولى اللي هي حالة الإثبات، وحالة النفي تجي بصورة يعني جدا ضعيفة، أما حالة السؤال نادرا ما تجي. حالة النفي يركز عليها بالسؤال الثاني فرع بي، سؤال الاختيارات. أما أكثر شيء لما يجي بالسؤال الثاني فرعي فراح يركزك على اليمن على الحالة الأولى اللي هي حالة الإثبات. نجي إلى حالة الإثبات، الفاعل would او could، بالي would او could. انت هنا مخير، انت هنا مخير، تريد تكتب would تريد تكتب could، اثنين صح، تمام، زائد فعل مجرد زائد تكملة الجملة. هنا قلنا احنا بالمحاضرة السابقة دائما المستقبل، تمام، شي يكون يعني أزمة المستقبل، سواء كان المستقبل بالماضي او المستقبل البسيط، الفعل ما تشرح يكون فعل يكون مصدر مجرد خالي من اي اضافه. زين، الحاله الثانيه الفاعل زائد ودنت، او احنا اختصرتها زائد فعل مجرد زائد تكمله، وتقدر تكتب الود نوت كامله انت بعد براحتك، تمام عيني. زين، الحاله الثالثه اللي هي حاله السؤال. حالة السؤال تكون نقدم الفعل المساعد على اليمن، دائما احنا بحالة السؤال نقدم الفعل المساعد على الفاعل، فهنا ايش راح تكون؟ راح تكون ود زائد الفاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله زائد علامة استفهام. هذا هو المستقبل بالماضي. شنو المستقبل بالماضي؟ ود زائد مصدر مجرد، احنا دائما نركز على حالة الإثبات، وحالة النفي ود نوت زائد مصدر مجرد. واضح؟ وياي المستقبل الماضي شنو هو؟ ود زائد مصدر مجرد. زين، نجي الى الزمن الثاني. هسه قلنا احنا بالبدايه قلنا الاف لها موقعين بالجمله، في وسط الجمله وفي بدايه الجمله. اذا كانت الاف في منتصف الجمله بعد ايش راح يكون؟ قبلها كان المستقبل الماضي، بعد راح يكون الماضي البسيط. شنو هو؟ الماضي البسيط. باو علي، شنو قاعده الماضي البسيط في حاله الاثبات؟ الفاعل زائد فعل لو ايدي لو شال زائد تكملة الجملة. مشكلة الطلاب، اغلب الطلاب، اللي هو عدم حفظ الافعال الشاذة، وهذا الشيء خطأ، لان ذن اساس فلازم تحفظن. فترجع وين؟ بالملزم الى صفحة 40 41 راح تلقى كل الافعال الشاذة المطالب بها بالثالث متوسط، فلازم تحفظن، تمام. واكو طلاب، اغلب الطلاب يسألون استاذ انا شلون اميز ان الفعل اضيف لايدي لو شال؟ ما راح تقدر تميز اذا ما تحفظ الافعال الشاذة. عاد الافعال الشاذة كلها قياسي اضيف لايدي. وإذا كان الفعل من ضمن الأفعال الشاذة فأنت لازم تحفظه في زمن الماضي، مثل السي صير سو، الجو صير وينت، وهنا القياس مثل ورك وركت إلى آخره. زين، نجي إلى الحالة الثانية اللي هي حالة النفي، حالة النيجاتيف، الفاعل زائد ديدنت، بيشن في الماضي؟ عافية، بالديدنت، زائد فعل مجرد زائد تكملة الجملة. فالفعل المساعد اللي اشتق لنفي الماضي البسيط اللي هو من هو؟ اللي هو الديدنت، فلازم تحفظه. استاذ الديدنت للمفرد والجمع؟ نعم، اذا كان الفاعل مفرد او جمع ياخذ الديدنت، وهنا راح يكون فعل مجرد وتكمله الجمله. زين، نجي الى الحاله الثالثه اللي هي حاله السؤال. في حاله السؤال نقدم الفعل المساعد على من؟ على الفاعل. من الفعل المساعد؟ اللي هو الديد زائد الفاعل زائد فعل مجرد زائد تكمله زائد علامه استفهام.
هذا هو الماضي البسيط، واحنا شارحينه ايضا بالوحده الثانيه وعليه فيديو كامل لشرحه بالتفصيل، تمام؟ زين، هسه الاف مالتي بالمنتصف، قبلها المستقبل بالماضي وبعدها الماضي البسيط، هيك احفظ انه قبلها ود ومصدر مجرد وبعدها فعل لو ايدي لو شاط، واضح؟ قبلها ود ومصدر مجرد وبعدها فعل لو ايدي لو شاط، زين. الحاله الثانيه اللي تجي بها الاف اللي هي تكون وين؟ في بدايه الجمله. وين راح تكون هنا؟ في بداية الجملة. إذا كانت الإف في بداية الجملة، ركزوا وياي هنا، الإف بعد ايش راح يجي؟ بعدها ماضي بسيط، باو علي. هاي الإف المنتصف، هاي الإف وين؟ بالمنتصف، قبلها شنو؟ قبلها مستقبل ماضي، بعدها شنو؟ ماضي بسيط. إذا سحبت الإف بالبداية، من اللي راح يجي بعدها؟ الماضي البسيط. فايش راح نقول الإف؟ الماضي البسيط. الجملة اللي بعد الفارز شنو راح تنحل؟ راح تنحل المستقبل بالماضي. شنو مستقبل الماضي؟ ود زائد مصدر مجرد. شنو الماضي البسيط؟ فعل لو ايدي لو شاط. هاي بالاثبات ودائما يركز عليها وفي حاله الاثبات. زين، نجي الى الامثله، مثل ما طلعنا عندك امثله، يعني عدد من الامثله الوزاريه ماخذك منهم ثلاثه في السؤال الثاني فرعي. نجي للمثال الاول شباب. يقول if he made a lot of money he go on holiday around the world. Correct. صح، اذا تلاحظ هنا لا انطاك first conditional ولا انطاك second conditional، لازم انت تحدد هاي حاله من حالات الاف، تمام؟ الحاله الاولى اللي انت لازم قبل لا تجي تشوف هذه المحاضره لازم تشوف المحاضره السابقه، لان هاي مرتبطه بها. فالحاله الاولى بالفيديو السابق وهاي الحاله الثانيه، تمام؟ زين، هسه نجي الاف وين موقعها؟ الاف موقعها في بدايه الجمله. وين موقعها؟ في بدايه الجمله. اي استاذ اف بعدها ماضي بسيط، الجمله الثانيه حلها بالمستقبل بالماضي. بس الاف بالحاله الاولى ايضا تجي في بدايه الجمله. فانت لازم تحدد حاله الجمله. شلون تحدد حاله الجمله؟ تحدد حاله الجمله من خلال الجمله التي لا تحتوي على قوس. الجمله اللي بها القوس هسه تعوفه اللي هو يحتاج الى حل. تروح للجمله اللي ما بها قوسين، احنا قلنا جملتين، جمله شرط وجمله جواب للشرط. زين، هسه هنا اف هي ميد ا لوت اوف ماني. هاي الجملة، هاي الجملة اللي قدامك بها زمن محلولة. محلولة في زمن الماضي البسيط. شلون عرفت استاذ محلولة في زمن الماضي البسيط؟ باو علي، هنا هذا الفاعل، هاي هنا مثبتة الجملة، هذا الفاعل، وهذا الفعل شو متحول؟ متحول ماضي. يا بطل يقول لي شنو المضارع مالته، تمام؟ هنا راح يكون المضارع مالته اللي هو الميك، يعني الأصل يرجع لأصله هو من وشنو؟ اللي هو الميك. فهنا الميك الماضي مالته شنو؟ الماضي مالتها اللي هو الميت، فالانفينيتيف مالتها الميت والماضي مالتها الباس اللي هو الميت. اذا انا من عرفتها؟ عرفتها من خلال الميت، تمام؟ انا لو ما حافظ الافعال الشاذه انه الميت تتحول الى ميت، ما قدرت اجاوب ولا قدرت احدد هاي حاله. فهنا هاي ماضي، فالميت عرفت الجمله هنا في زمن الماضي. الاف بالبدايه، الجملة اللي بعدها انحلت بالماضي البسيط. الجملة اللي بعد الفارزة بشنو تحلها؟ المستقبل بالماضي. هسا هاي الجملة من الاف لحد الفارزة راح تنزلها كلها كما هي، وانت بالامتحان مستوى نقاط مثلي، لا انا على مود الفيديو لا يصير طويل. فانت ايش تسوي؟ تكتبها تنزلها كما هي. زين، نجي هسا هنا للجملة الثانية اللي هي راح نحلها بالماضي البسيط. باو علي، الماضي البسيط بالمستقبل، عفوا بالماضي، الجمله اللي بعدها راح نحلها بالمستقبل بالماضي، من اللي هي لحد الورد. اذا تلاحظ هنا هذه جمله مثبته، شنو هي؟ جمله مثبته، راح نطبق عليها قاعده الاثبات. شنو قاعده الاثبات وياي؟ الفاعل زائد ود او كود، قلت لك انت مخير، اختار الود زائد فعل شنو؟ فعل مجرد، نشيل الاقواس وننزل الجو فعل مجرد وننزل تكملة الجملة on holiday on holiday، ننزل تكملة الجملة، واضح؟ الف بالبداية، الجملة اللي بعدها انحلت بالماضي البسيط، الجملة اللي بعدها فارزة بشنو حليناها؟ حليناها بالمستقبل بالماضي. طبقنا عليها قاعدة الإثبات لأن الجملة هنا مثبتة، تمام؟ نزلت الفاعل، نزلت الود أو الكود أنت بكيفك مخير، نزلت الفعل مجرد وتكمل الجملة إلى آخره. زين، نجي إلى
المثال الثاني. المثال الثاني she be hyper if she had more friends. منطقي هنا correct. شو منطقي هنا correct؟ صح. ما ذكر لك يا حالة من حالات الإف. أنت تباوع على الجملة المحلولة. هسه الإف بالمنتصف. الإف وين؟ بالمنتصف. الجملة المحلولة هاي. بيا زمن في زمن الماضي البسيط. شو عرفت في زمن الماضي البسيط أستاذ؟ لأن أصل الهاد هو شنو؟ هاف. والماضي مالته شنو؟ الماضي مالته هاد. هذا الموضوع إذا ما تحفظ الأفعال الشاذة ما راح ترجع. أعطيك إياها من الأخير. فلازم ترجع الصفحة 40 وصفحة 41 ولحتى لو يومية تحفظ لك خمس أفعال. خمس أفعال قبل لا تنام. خمس أفعال واحفظهم. تمام؟ زين. تحفظ لازم الأفعال الشاذة لأن هسه هنا باوع عليه هنا الهاف. أصل يعني أصل الهاد اللي هو الهاف الماضي مالته هاد. إذا هنا الجملة في زمن الماضي البسيط. هسه الإف بالمنتصب باوع عليه. الإف وين بالمنتصب؟ الجملة اللي بعدها انحلت الماضي البسيط. الجملة اللي قبلها بياسر ما راحت له؟ المستقبل الماضي. يعني شنو المستقبل الماضي؟ ودو مصدر مجرد. ودو مصدر مجرد. زين راح تنزل عندك ينزل عندك الفاعل اللي هو الشيء زائد ود لو كود. كيفك اي فعل هنا تختار ود او كود اثنين صح نقول ود. زين هسه عندك هنا البي راح تنزل شنو؟ راح تنزل مصدر مجرد لهنا نحتاج اني فعل مجرد وراح تنزل عندك تكمله الجمله الى اخره. المثال الثالث If my parents be rich, we would travel a lot. Correct. هنا شو منطيك؟ منطيك correct. شنو correct؟ أنا صح ولا ذاكر لك لا حالة أولى ولا حالة ثانية. اتباوع على الجملة اللي هنا أنا. عندك هاي الجملة. بشنو محلولة؟ محلولة بالمستقبل بالماضي. شلون عرفت محلولة بالمستقبل بالماضي؟ من خلال وجود الـ were. قال له عفوا would. لو موجودة were كان هنا أنا حليت بالمضارع. بس وهنا لو بس اللي لقيتها سنه انا شنو لقيت الود بمن راحل راحل بالماضي. الاف وين موقعها؟ موقعها في بدايه الجمله. الجمله اللي بعد الفارزه انحلت بالمستقبل بالماضي يعني انحلت بالود والترافل مصدر مجرد. فالجمله اللي قبلها بشنو راحل؟ راحل بالماضي البسيط يعني راحل فعل لو اي دي لو شاد. فباع عليها سنه الاف راح تنزل اف ماي بيرينس. زين هسه هنا عندك البي شنو الماضي مال البي؟ از لو ار. شوف الفعل مالتك بوالي. شوف الفعل مالتك هل هو مفرد لو جمع؟ اذا كان الفاعل مالتك اذا كان الفاعل مفرد لان هنا عندك هسه البي لازم تتحول الى شنو الماضي مالته؟ البي راح تتحول الى واز وير. زين هسه البي راح تختار واز لو وير. اذا الفعل مال هنا الفاعل مالتك شنو؟ الفاعل مالتك مفرد لو جمع راح نقول نسوي بيرينس الوالدين هنا راح يكون جمع. فاذا كان الفاعل جمع البي راح تحول الى من؟ راح تتحول الى وير. واذا كان الفاعل مفرد البي راح تتحول الى واز. فهنا المره راح احولها الى وير. ليش هسه حولتها الى وير؟ لان انا ايش عندك؟ عندك جمع ماي بيرينس والديه. اف ماي بيرينس والديه هنا جمع فالبي المن تحولت؟ تحولت الى وير. ليش ما حولتها الى واز؟ لان هنا الواز تشتغل مع المفرد. هنا عندك الواز تشتغل مع المفرد والوير تشتغل مع من؟ مع الجمع. بيرينس شلون عرفتها هنا جمع؟ من خلال اضافه هسه الجمع له. ماي بيرينس والديه. ماي بيرينس وير البي تحولت الى وير وتنزل عندك هنا ريج الى اخر الجمع. واضح؟ زين. هذا كل اللي اخذناه بالسؤال الثاني فرع اي. وانت دائما بالثالث هوني ركز لك على السؤال الثاني فرع بي باعتبار هذا الموضوع جديد عليك. تمام؟ فكل التركيز بنسبه تقريبا 60 70% من تجينا وزاري تجينا بالسؤال الثاني فرع بي سؤال الاختيارات. ودائما الطلاب يقولون انا اجي اختار عليك يا الله. ليش تختار عليك يا الله؟ ليش؟ هاي عندك انت هنا قاعده. تمام؟ عندك قاعده وتقدر تطبق عليها وتحفظ القاعده وتحل. لا تختار عليك يا الله ولا شيء. انت عندك 10 درجات. تمام؟ 10 درجات مو شيء حين بالوزاري على السؤال الثاني فرع بي. تعالوا وياي. عندك السؤال الثاني فرع بي اللي هو على شكل اختيارات. نجيب ما هو عليه. If علي went abroad to work صلاح will live لو would live in علي's house. زين انت تشوف هسه الاف مالتك وين؟ الاف مالتك في بدايه الجمله. وين الاف؟ في بدايه الجمله. زين الجمله اللي هي ما بيها قوس اللي هي هاي
بيا زمن محلوله، بيا زمن ما حد يعرف بيا زمن. ليش ما حد يعرف بيا زمن؟ لان ما حافظين الافعال الشاذه. هنا أنا عندك الوينت اصلها شنو؟ الجو والماضي مالتها وينت. اذا هنا الجمله محلوله بيا زمن، محلوله بالماضي البسيط. الاف بالبدايه عندك هنا الاف بالبدايه اللي بعث الحل بالماضي البسيط، بعث الحل بشنو؟ بالماضي البسيط. الجمله الثانيه بشنو راح تحلها؟ راح تحلها بالمستقبل. المستقبل بمن؟ المستقبل بالماضي. زين هنا راح تختار والليف لو وضلف باو وياي، لو بمكان المكان اللي وين كاتب لك جوز هنا راح تكون مضارع، فالجمله راح لها بمن؟ راح لها بالول، بس هنا محلوله بمن؟ محلوله بالماضي. فشنو راح اختار؟ راح اختار ود ود لا. تمام؟ زين نجي على المثال الثاني. المثال الثاني if there was a spider in the room I will load put it out sad. تبع علي هنا. هسه هنا عندك هاي الجمله، هاي الجمله ركز وياي هنا. هاي الجمله محلوله بيا زمن، محلوله في زمن الماضي البسيط. الف بالبدايه بعدها اجى شنو؟ اجى ماضي بسيط. شلون عرفت صار ماضي بسيط؟ لهنا عندك البي تتحول الى من؟ تتحول الى واز وتتحول الى وير، فهنا انا محولها الى واز. زين سبايدر ان ذا روم، هاي هنا هسه هاي الجمله محلوله عرفتها بالماضي. الجمله الثانيه بشنو حلها؟ حلها بالمستقبل الماضي، لذلك انا راح اختار ود وليس ول. زين المثال الثالث if he had a lot of money he will help لو would help the poor. زين هنا نقول اذا انت عندك الكثير من الاموال انت سوف تساعد الفقراء بالول help لو would help. زين هنا هاي الجمله بيا زمن محلوله، محلوله بالمضارع لو بالماضي، محلوله بالماضي. شلون عرفت؟ لان هاي اصلها قبل شوي قلناها هاي اصلها هاف، اصل الهاد هو هاف. زين هنا الجمله محلوله بمن؟ محلوله بالماضي. اذا الاف بالبدايه وياي، اذا الاف وين؟ بالبدايه. بس هنا اذا الاف في بدايه الجمله بعدها راح يكون ماضي بسيط. الجمله اللي بعد الفارزه بشنو راح نحلها؟ راح نحلها بالمستقبل البسيط. هنا الاف اجتك وين؟ اجتك في بدايه الجمله، اجتك في بدايه الجمله اللي بعدها انحلت بالماضي، والجمله الثانيه بشنو راح تحلها؟ راح تحلها المستقبل بالماضي. لذلك ايش راح تختار؟ راح تختار الود هاب. واضح يعني؟ زين بقى عندك المثال الرابع. المثال الرابع هنا هذا اريدك تحليها انت، وانت تحليها بالتعليقات بعد ما تقبل الموضوع كله وتسجل كل الملاحظات. اريدك تحلي هذا المثال. يقول if I was bitten by animal I will go لو would go to a doctor. تمام لهنا خلصت محاضرتنا لهذا اليوم. تمام نتمنى لكم كل التوفيق، وكل هذه المحاضره طبعا راح تلقاها بالشرح بالتفصيل، دائما اذكر بها بالملزمه. تمام اللي راح تلقاها وين موجوده؟ اسفل الفيديو او تلقاها بالتعليقات. في امان الله.